مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل بسم الله الرحمن الرحيم تم بحمد الله تعالى افتتاح مسجد جامع الجنيد على النفقة أحمد حرسي عبد القادر الجنيد رحم الله وغفر له تحت إشراف مؤسسة أبر المجري للمخابرات العامة من المنطقة العربية السعودية دولة التنفيذ دولة إندونيسيا ولاية جبل وسطى منطقة سمارة بارك الله فيما أنفقتم وأخلفكم بخير منه ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين